السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على تمرينات معينة بنعملها في حالات مشاكل الرقبة. يعني لو حد مثلا عنده خشونة دايما بيبقى قاعد في وضع ثابت أو بيذاكر مثلا أو مركز في الموبايل طول الوقت ويأثر على العضلات بتاعة الرقبة، يبدأ يحصل شد في العضلات، يبدأ يحس بآلام، يبدأ يحصل ممكن خشونة، يعني تآكل في الغضاريف بتاعت اللي هي المغلفة للفقرات أو يحصل انزلاق في الغضروف. طبعا بعض الحالات دي لما بيبقى الألم زيادة أو الضغط زيادة بيعمل لي تنميل في الإيدين وممكن وجع وممكن يعني ضعف في العضلات. ففي تمارين معينة احنا ممكن نعملها دايما تحافظ لي على الغضاريف بتاعت الرقبة، ان ما يحصلش فيها تآكل، وان لو عندي غضروف يوصل له تغذية كويسة. التمارين دي بسيطة وسهلة ممكن نعملها طول الوقت. يعني احنا لو كل نص ساعة مثلا عملنا تمارين تحريك للرقبة في كل الاتجاهات، ده بيحسن التغذية اللي داخلة للغضاريف بتاعت منطقة الرقبة. زي التمارين اللي احنا ممكن نعملها، زي ان احنا نحرك الرقبة ناحية اليمين، تمام، الشمال، قدام، ورا، تمام، على الجنبين، تمام. الحركات دي بسيطة جدا وسهل انها تتعمل، ولكن لها دور مهم جدا انها بتساعد في يعني التغذية، لان الغضاريف مفيش اوعية دموية داخلها في المنطقة الوسطى بتتغذى بالحركة. فطول ما انت بتحرك زي كده يبقى في تغذية واصلة للغضاريف، يبقى بتحافظ على صحة الغضاريف، يبقى مش هيحصل تآكل فيها ومش هيحصل ضغط للفقرات على بعضها زيادة، وبالتالي مش هيحصل مشاكل الأعصاب اللي بتحصل نتيجة ضغط الفقرات. تمرين مهم تاني جدا ان احنا نعمل ناخد دقننا لجوه، تمام، كأني بطور رقبتي. ده بيقلل الشد على العضلات بتاع الرقبة اللي ورا، اللي هي دايما بتبقى سبب ان يحصل صداع ويحصل دوخة. ممكن كمان بنعمل من نفس الوضع ده تمرين يساعد على تحريك الفقرات، زي ان انا اجيب اي فوطه او اي حاجه واحطها على كل فقره وابدا احرك رقبتي بالراحه بشدها. ده بيساعد في تحريك الفقرات، واغير المكان احط على مكان تاني واعمل رقبتي لورا كده، يساعد في تحريك الفقرات وده هيوصل التغذيه كويس. تمرين مهم ان احنا بنضم لوحين الكتف، ده بيقوي العضلات اللي بين لوحين الكتف اللي هي مرتبطة بالرقبة. لما بنظبط وضع الكتفين ده بيظبط الرقبة. فده تمرين بسيط ان احنا بنضم لوحين الكتف ونريح، ونكرر التمرين ده لمدة 15 مرة، 5 مرات يوميا. ده بيساعد لي ان يظبط لي وضع الرقبة مع لوحين الكتف. تمرين تاني مهم ان احنا بنعمل اطالة العضلات اللي هي بتاعة الكتف اللي قدام، اللي لما تكون مقصرة بتخلي كتفي رايح لقدام، فده بيشد على عضلات الرقبة. ازاي؟ ان انا بعمل ايديا بالوضع ده واروح عند ركن الحيط واحاول واعمل ادخل بصدري ناحية الحيط وافضل لمدة 20 ثانية واكرر 3 مرات.